7 الصباح تدوروا لي قال لي راه وقع وجيت وقعت الكارثه والدار عندنا تحرقوا كلهم والدار كلها تحرقت والبلافون طاحوا وكل شيء مشاو والباقي الله. السبب ديال داير حاط علينا البوطه على الدار ديالنا شي 30 بوطه تفرقعت وجات يعمرها حتى وتيشعل العافيه تما وتبرينا منه شحال مره وما بغاش يحيد علينا داك الشيء وتشوف وقع علينا. مول المحاله مول الحانوت خارج من الدار كان هو شاري كان شاري هو كان شاري كان شاري بوحدو مع 6 الصباح حتى يسمعوا داك الشيء كيتفركع وهبط عليهم هذا الشيء ودابا الناس عطقوهم خرجوهم من الفوق من الفوق خرجوا محروقين والبلافوات راه كلشي هبطوا راه كما شفتوا جاتنا الاخبار جينا هنا لقينا كلشي محروق جوج دريات راهم في السبيطار ماما ولا عتقوها الجيران ولا طلعوا مهم معوقه مسكينه وباهم ميت ما عندهم ترى نساء يتامى ما عندهم جود الله اللي عندهم هاد الناس ولكن المساكين ما عندهم حتى حاجه باش يعيشوا كانوا ساكنين هما ثلاثه وواحد خوهم هو الرابع ودريات اخرين مزوجين برجالتهم وديورهم هما اللي تعيشوا هنا العافيه مول الحانوت من 6 في اليوم البوطا على جدر الدار راك تشوفها مني دخل قال البوطا من نفسه هو يضرب البريز ضرب البريز وهي تحرقع ضرب البريز يا الضو ويشعل الضو وهي تحرقع عليه البوطا شوف اش وقع وهي ضربني من البوطا فرقعت لهم الحيط ودخلت عليهم هنا الدار وتبرعوا منه تبرعوا منه تبرعوا منه ولكن نقولوا هادشي قدر الله قدر الله تيتصرف تحرقوا بزاف تحرقوا بزاف والمسؤولين يعودوا على هاد الناس ويشوفوا من حالهم راه ما عندهمش مساكن يعودوا لهم الدار ويصلحوا ليهم مالت الدار ما بقى فيها ما يتسكن خاصها تريب كلها وخاصها تعود. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.